ولا ظهرت مكان اليوم من الباب ومن الفندق. شبر ما ظهرت ولا شتني الباب. جلست والله هذا ربان الحين بنصير مطعم اسمه الفش ماركت مال سمك وايد زين فنان لوين علي في الجيزة. شفنا شيء يرزه التصوير ترى ما صورناه. شفنا شيء ما يرزه ترى تمينا على ما كنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. واعم الصبح ويالس ولا عندي لا شغل ولا ضمنه، وبس جلست السحب قاعد اقرا المسجات وهدرب في التليفونات وكذا اتصال وكذا مسج وواتساب، وكلمت ام محمد في ابو ظبي بعد على البيت والاحوال والاخبار. كل الامور كلها طيبه مره، ما شيء قصيره الامور، اللهم لك الحمد تمشي على خير ما يرام ولله الحمد. هذا اللي الحين تو خطف مصبيات تصوره، هاي يسمون الاتوبيس النهري. الاتوبيس النهري شو وين يصير يطابق هناك وين الريتز كارلتون اللي هو الاول هيلتون النيل، هذا تشوفون تعيدونه، واللي هذا عدال طرف هذا فندق سميرة ميس، هذا هيلتون النيل الخضر قصيروني. هذا الفيديو اللي صورته هاك اليوم ترى كل هاي الامه تتريا يعبرون في الاتوبيس النهري من البر هذا لين وديهم وبالتراب الفلوس بهان ياخذون من الوادم، يعني شيء لا يذكر، شيء ما ينطرى، يعني بهانس بهانس يعني بطريقه ما حد يصدقها، بس عسب يعبر بهم من البر هذا لين البر هذاك. امكانك تركب من البر هذا لين البر هذاك ب $200، تخيل شيء وسيله نقل ب $200، شيء وسيله نقل ب $200 من البر هذا للبر هذاك، وشيء وسيله نقل من البر هذا للبر هذاك بجنيهين، تخيل فرق السمع اللر. حاط في باله ميزانية يقدر يكيف نفسه بميزانية اللي هو حاطنها، يسوي له جدول يقدر يتكيف مثل ما هو عندنا في الإمارات في أي بلد ثاني. بالأخص مصر إذا عندك 1000 درهم بتيل الشهر كامل رقم واحد، وإذا عندك 100,000 بعد بتيل رقم واحد في شهر كامل. أنا البارحة سرت المطعم اللي خباتكم عنه الفش ماركت اللي في الجيزة، هن شيء اثنين، واحد في الجيزة واحد في المعادي، نفس الشيء هن، يعني نفس الشركة ونفس الكواليتي ونفس الطريقة ونفس. كنت في السنين الأولية قبل 5-6 سنين مثلا، مستوى المطعم قبل 5-6 سنين 5 ستار، يعني اللي أنا أقول 5 ستار، أنا تحدوني ما تصلح لي الصوالح انزين. ومن من ما كان من يوم كان هو 5 نجوم من قبل 6-7 سنوات، وكل يوم ينقص شيء من كل يوم ينقص. هذا واحد بعد ثاني يبدا لا دمبك ساير ودمبك ياي، دمبك ساير ودمبك ياي، ما شاء الله ملايين شي وجفهم كيف يوجفوني. روح ما شاء الله شغله. جيت هنا عاده اخر شيء جيت البارحه، جيت قبل 2 أو 3 شهور وبعد نفس الشيء، والبارحه جيت. ليه بيصير الله يحفظه، لكن انا ما يازلي ان عدت لاكون انا من الضالين، مستحيل اسيل مره ثانيه. يعني آزم في حياتي أنا المطعم هذا من المحظورات في مصر، لين الله ورايه يأتي شركة جديدة ولا حد يشتري عدله. ترى هنرد على ما كان عليه، جيت هنا وطريت الرمس العدل عليه، وحينه مدامه ما يازلي أنا أبوي ما برون أقول إني ياز. وهاي وجهة نظري هنا تخصني أنا ما تخص حد غير، أنا ما يازلي، أنتم بيوزلكم يمكن أنتم يوزلكم. هي لكن المفروض الحين المستمع يعرف انا من وين جاي، ما بجاي من جنجل لا ولا من الادغال، انا جاي من نص غبيب. والله يحفظكم اللي ضاري طال عماركم على السمك الطريه والسمك الفنان والشيء الغاوي، يستعيض ابويه قوطي تونه ولا ياكل شيء من الفنان. ورقم كبير كم كثرهم اللي ينتقدون يقولوا لي ليش انت هالكثر تاوي على مصر، كيف يعني ما تبون ياوي على مصر؟ حد ما ياوي على مصر؟ البلد كلها، قلت لها والله انا اوي على بلد المسلمين كلها وبلد اللي غير مسلمين، كل بلاد الله هاي خلقت الله كلها زينه، وكل هالاشياء الكون كله خلقت الله، لازم الادمي يوزله كل شيء يرضع، هذا حكم من الله سبحانه وتعالى، ما تروم انت تنتقده. لكني انا اني ما اشوف المصر، لا والله بيني وبينكم اشوف المصر،
أشف المصر بيدي وريولي حافي ومنع على أربع لها صبح ومساء. شي وصف من الوصوف الأولية. قال أحبك يا خالتي فيك من ريحة أمي، أحبك يا خالتي فيك من ريحة أمي، كيف ما بتحبها وهي ريحتها بكبرها ريحة أمك. فاللي يزيد الترابط بين الشعوب اللغة والدين وتحس الانتماء والوطن وبلا. اللغة يا عيال الحلال اللغة روحها، هذا أولا. ناهيك عن الشعب المصري ما شاء الله عليه شعب ذو ابتسامة وخف الدم وخف الظل وكريم وراعي نكته وراعي دين وراعي وقار وراعي ثقافة وراعي تجارة. كل البلاد لو خليت خربت فيها الزين وفيها الشين، نحن بس ولهم. العالمين سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار، هذا أبوي للعدل وهذا للمايل، هذا للخوب وهذا للخراب. بارك الله فيكم. درسوا ويانا عيالهم ودرسونا أبهاتهم وعالجونا وعالجناهم وعشنا وياهم وعاشوا ويانا دهر. حتى السنين الأولية يعني كل حد عندنا من يوم نحن يهال في الإمارات أغلبية المصاروة كلهم هالمصر، كيف ما بيكون في حنين ومودة؟ القاضي، الدكتور، المدرس، النرس، كل الوظائف الصغير والكبير كلهم. هبلنا هاي السالفة بيننا مخول بينهم، بيننا نسب كم رقم كبير. أبوي من هالإمارات حريمهم كلهم مصريات مثل أبوي، ما عدنا العدل وعدهم وعدنا المايل نفس الشيء. بعد شيء مصري عدل وشيء عصري مصري مايل في كل بلد أبوي الدنيا هاي. ويا وكم أشوف أرقام كبيرة ما شاء الله من هالدار، أبهات من صفوت هالدار والأمهات مصريات. البارحة بعد ما شاء الله شفت مجموعة من الشباب عليهم رضوان من الله، يعني الله يحفظهم، اللون لون هل البطين والعيون عيون هل المنصورة خضر. فطال عمرك من شدة الترابط الأسري بين الشعوب يقال هذا الوصف، أحبك يا خالتي فيك ريحة أمي. الترابط الأسري والنسب والمخول بين الشعوب الإسلامية هذا كله يقوي العلاقات الدولية. والله صدق كانت تبون الصدق. ومصر أبوي هي العمود الفقري للأمة الإسلامية، اللي يايزل اللي يايزل وليها بيايزل أبوي يدور له أبوي دار يرجع راسه فيه. آه علي مبسوط؟ طبعا نهاية المسار الحمد لله. سيبونا مفترت وتريقت وكل تريقت؟ ما خسها في ثمك. شو البرنامج الحين؟ شو عندك أنت من نية؟ أهم حاجة تنزل تروح التمرين بتاعك عشان أريحنا، ده أهم حاجة بتقدم. تبقى ترقد يعني؟ تنطبن يعني؟ علي شو اللي أخرك من بعد الصلاة؟ نص ساعة أخر. ما قابلت جماعة تعرفوا عليا وليه أستاذ علي قدامي صاحب خالد الحمد بالضبط. بعدين وبعدين عزموني على جاتو فايف ستار بقى وعصير برتقال اورنج جوس. اورنج جوس قلت له اورنج جوس هو ده اللي انا. وبعدين كنت منتظر بقى يمسكوا فيا على الغدا كمان مره مش مشهور بقى صرت مشهور. اخري انا معاهم عصير برتقال وجاتو. انت تعرف هم وياك تحت صوروك وطرشوا لي انا الصور. ايوه انت علقت. هي علقت قلت بروغو هي مشو. انا احاتي انك انت تتعود على الاماكن الراقيه مصيبه. انا كمان خايف من كده. انزين شوف ليه بعد كده لما انت تسافر. علي انا الحين بنزل تحت الجيم بتمرن ساعه ساعه ونص وبرد عليك. شو رايك؟ تمام. شو بتسوي انت؟ اريح شويه مثلا ساعه يعني. شو بتسوي؟ انا ارقد. ترقد؟ اكيد. ترقد ايه؟ ارقد. ارقد ارقد او لا ارقد شو تشوف انت؟ انت الحين بترقد وانا ابوي دعواي لك ان شاء الله ما يوعونك الا لحسابك ان شاء الله. والان امين ربنا يخليك. الله يخليك. ربنا يقربكم زين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير. طال عمركم الباحث الجينا جماعه من هالبوظبي دحولنا مطعم. هذا المطعم طال عمركم في المهندسين شارع عباضه سليمان عبازه. ايوه هذا يعني هذا ولد هلاخي ولا؟ ايوه. زين زين المطعم هذا طال عماركم كان اسمه بيت مطعم بنت السلطان وجلبوه سموه بيت ورد من بنت السلطان لين بيت ورد. يعني حتى اقولكم حتى الاسامي مختلفه من بنت السلطان لسموه لين بيت ورد. اسامي متقاربه في الجوده والنوعيه. من قبل قال لكم انا تحيدون المال يتبع المال والقمل يتبع الصيبان، فلذلك الاسامي بعد نفس الشيء اظني. فامدحوه لنا الجماعة البارحين وهالناس راقيين فنانين يعني.
روحهم يعني لما يعني من الامارات ما يوزن لهم الا تزيد. انزين عاد الحين من نوصل طال عماركم من نوصل خليني هو ارمس هذا ديجو من نوصل بخبركم شو السالفه. طال عماركم اليوم انا مستعزم بني عمار متخبر لين اشاور مستعزم طال عماركم اليوم على الغداء عند سعاده بن ثعلوب وعند بن براق. والله مرحبا ابو عماركم مشكورين على هالعزيمة الفنانة والله يجزاكم الله خير وما قصرتوا وأبركها من ساعة أشوفكم الله يرحم والديك يسلمك.